ابني انت شو طق عقلك؟ وين لقيت هاي البنت؟ من قول لقيتها؟ امتى تزوجت؟ من قول تزوجت؟ امتى حملت المرأة؟ طيب يا ابني ليش ما قلت لي؟ يعني لو قايل لك بابا كنت رح تسمح لي؟ ماشي. طيب البنت لقتك ولا انت لقيت البنت؟ انا لقيتها. وين لقيتها حضرتك؟ بابا مو كل الناس عملاء. لو كانت عميلة بتحمل حفيدك شي؟ معليش ابني، منين بتعرف انه هالولد هو حفيدي؟ لو مانك ابي كنت قوصتك براسك، واذا لساتك شاكك قوصني بنص راسي وليك مرتي قوصها. تعالي بنتي تعالي تعالي. عدي هون، عدي، خلينا نحكي كلمتين أنا وياكي. حطي هي ورا ظهرك الله يرضى عليكي. قومي سندي ظهرك. صار عندي حفيد؟ صفوت شغلنا عندك غنية جد لنهاد. أي وحدة خالي؟ هي غنية البراسية. تبع يلي ببيع القراصية، عرفتها؟ لا مو هي، لسه عم تعكس خالك. عمو الشرطي انت فاضي؟ نهاد شاكر عم يحكي معك. خالي اربط لسانك. لا طبعا ما عم اتسلى، حابب اقوم بواجبي كمواطن صالح. اذا ما عملت هالشي بمرض على الاخير، فهمت؟ ايه نهاد شاكر الله يرضى عليكم. كبستوا على المحل اللي قلتلكن عليه ومسكتوا هدول الحرامية. هلا أنا ارتحت، وكرمال هالوطن الغالي راح أعطيكن عناوين تانية. أخي معك ورقة وقلم شيء؟ عدم المؤاخذة عمو الشرطي، طالع عندي غنية المرحوم جدي، ولما بسمعها ببكي. ببكي. أخي ما بعرف لك العنوان، بس رح دلك على المحل. في محل قديم شوية بباشا كوي، أنت خزان المي. ببوس إيدين رجال الشرطة وبوس عيونهم، أنتوا يلي عم تقدمونا الأمان بهالوطن. خالي هيك عم تذاكرني يا نجدت. ابني نحن ما مندفع ضرائب، مش عم يزعجني كتير. نحن هيك عم ندفع الضرائب، بس نحن عم ندفع القيمة المضافة. ليش نحن وين منروح هون ندفع؟ انت فظيع يا خالي، ضربت عصفورين بحجر واحد. عصفور شو؟ هاد سردين سردين. شاه ميران انقبر.
وانت صرت محله هلا. لا خالي، انا بقيت بالمدينه. ومين اللي اجى محله؟ الشغله مو بالقياده خالي. انت ليش شاغل حالك بهالشغله؟ لاني بحبها، بحب شغل السياسه والشغلات. ابني اتركوا السلاح، شوفوا هاي انا تركته، بتصل بالشرطه وبقول لهم هون وهون وهنيك عندي اعداء، بروحوا بيمسكوهن. ايه منيح لكان، راح اخذ شغل التهريب واعطيه لواحد تاني. لا انا قلت لك اني ما بحب اوص رصاص، قلت لك ما بحب التجاره شيء، انا ما بطعم الخبز تبعي لواحد تاني حتى لو كان اخي. شغل المشروب والسجاير إلي جماله. طيب منيح كتير. أخي أنت جاي لعندي بدك تحكي بصندوقين سجاير؟ لا. ها؟ ما أوصينا على مرته لمراد على مدار، وهي الشغلة محولينا لجماعتنا اللي هون. حلو كتير. مين؟ مين؟ ها؟ اللي العميقين. شو هاي الجماعة؟ وشو علاقتهم هدول الناس بهاي الشغلة؟ زازا اسمهم العميقين، جماعة العميقين، عرفتهم؟ أخي بدك ما تواخذني لأنه ما بسمع أكثر من هيك بهاي الإذن. بيت متى قصدك؟ ما مالي متأكد، رح ابعتهم يعملوا عملية، وهذا هو العنوان، خلي مراد يمسكهم ويحقق معهم. ها؟ يا عيني عليك، انت كان لازم تصير الرئيس، كنت بتتركوا السلاح وبتصير انت القائد. ساعتها بنكسب مصاري كتير بهذا العقل. شايف لك ما في حدا غيرنا أنا وياك بيقدر يقعد الأتراك والأكراد على الطاولة مع بعض. هيك رأيك؟ أخي جمال، قايلي للمدعي العام إنه ابنك مخطوف؟ مزبوط قلت له. زوجك يلي خطف ابنك؟ ما حدا خطفه للأسف، ابننا مات. ليش قلتي هيك للمدعي العام؟ بقول مراد أمر إنه يقتل أبي، ما حدا بيهتم. بقلكن إنه حاول يقتلني ما بتهتموا. قلتلكن خطف ابني مشان تهتموا. بس يمكن هاي الشغلات يكون إلها تداعيات تانية. ما كان عندي حل تاني. من جهة مراد على مدار ابن الدولة القوي، ومن جهة حبيبته المدعية ليلى تركمان، هدول الاثنين يلي وصلوني لهون. في أخبار شي من عابد؟ بالمراقبة معلم، ولسه زلمتنا ما بين. قلو ينتبه منيح، هذا الزلمة ما بيشبه رجال المنظمة، خطير كتير. معلم اجا السيد المحترم وطالب انه يقابلك. ليش اجا بدون ما يتصل؟ ولاده تحاصروا يا عبد الحي، بيكون جاي منشان يساومنا، خليه يدخل. تفضل. اهلا وسهلا، تفضل. ابني انا جاي حتى اتشكرك. على شو؟ قدمت خدمة كبيرة للأمة، قضيت على شهبيران وشارون مع بعض. من وين سمعت بشارون حضرة السيد؟ نحن منسمع كل شي عم بيصير بهي الأرض، من الوز اللي عم بيصيح على ضفة دجلة حتى السمك اللي عم يسبح كمان منعرفه كله. اي بس أنا قضيت على شهرون ورا دجلة بكتير. عملت منيح آخر صغير، أنا صار لي 60 سنة عم أكافح ضد هدول الناس، مرة بقوس عليهم ومرة ببوس إيدهم ومرة ببوسهم إيدي. ليش؟
من شان بلدي طبعا، من شان هذا الوطن. معناتها مبروك عليك سيدي المحترم، ما عاد مضطر تبوس ايد شارون. الله يرضى عليك يا اخي الصغير. صرفوني ب 12 اذار وصرفوني ب 12 ايلول، ب 28 شباط انا قلت لهم بدي روح بس ما تركوني. مرحلة الحرب الباردة كان الشغل سهل كتير، كل واحد بيعرف جبهته. نحن كنا متحالفين مع الامريكان، تشكلت كل مؤسساتنا حسب رغبة الامريكان، واخذنا اليات الشغل بالدولة من عندهم. يعني عم تقول حضرتك انه الجلاديو هو اللي جابك وحطك وهو اللي قامك؟ انا دائما كنت عم اجي باصوات المواطنين، بس كل ما قطعنا مسافة بالبلد وكل ما رفعنا حجم الصادرات من 3 مليار دولار لخمسة بتدخلوا فينا. اي بس بعد الحرب الباردة هذا التحالف حدد الاسلام العدو الجديد تبعه. انا كافحت كتير لامنع هذا الشيء، اتدخلت 28 شباط حتى ما يدفع بلدي ثمن اكبر من يلي رح يدفعه. لو ما كنا عاملين انتقال سلس بهديك المرحلة كان رح يعملوا انقلاب بحجة تركيا عم تصير متطرفة. بس هنن عملوه من زمان، كل المؤسسات تبعنا يلي كانت بمرحلة الحرب الباردة، من رجال الإعلام للقضاء ومن رجال الأعمال للبيروقراطية العسكرية، شاركوا بهي اللعبة الكبيرة، سرقوا إرادة المواطن وحريته، وطبعا سرقوا مليارات الدولارات من الدولة. أنا هذا اللي عم أقوله، من هداك اليوم بلشت التصفيات تبعهم ولليوم مستمرين فيها. حضرتك لا تقلق، رئيس الجمهورية ما حدا بيقدر يحاكمه بشي غير بالخيانة العظمى. كنان باشا كمان كان رئيس جمهورية، وجلال بيار كان رئيس جمهورية. إذا بطلب شي لحالي كون أنا بلا شرف. هالطريق آخرته مو منيحة. اللي عم يصفي القديم مين عم يحط محله؟ ما في غيرك بيخرب هاي اللعبة. لما سمعت كيف انك قتلته لشارون قلت لحالي اخيرا في رجال بيقدر يوقف قدام الجلاديو. سيدي المحترم، انا بعد هذا الوقت ما بلعب لعبة بلش حدا تاني قبلي، يا بيلعبوا اللعبة يلي انا ببلشها يا اما رح يكونوا صغار قدامي ويحترقوا. نفذنا اليوم، بس إلا ما تنكشف شغلة إنجي نحن رح نخلص شغلنا قبل ما تنكشف. سيدي إجا أوستورك وطالبي قبلك. كم مرة قلت له ما بصير يجي لهون؟ ما أنا مشكلة يجي، خلينا ناخد مصاري. ليش معه مصاري؟ كل مصاري أنا عزيز تصرفه، بتقله ما بقى يجي لهون. اسمع أخي، المعلم هلأ معصب، لما بيروق بخبرك وبتجي على البيت. عزيز اجى لعندي كارا، اذا المعلم عنده شيء خليه يحكي لي اياه ويريحني. اذا ما بدك تموت لا تذكر اسم كارا ابدا، يلا روح على شغلك. شو ما بتفهموا بالحكي، اذا قلت لكم قوموني بتقوموني. امبارح عندت الا بدك تقوم، عشوي كنت متت. لا تنقي وتخليني اندم لاني ما متت، حسني حضرة مرت أخونا، إذا بتنقي شوي تانية كمان ترتفع حرارته وبيصير مثل طنجرة الضغط. خلص رح ريحوا مني. جيب لي دفتر الزيارات لأشوف، خليني أقراه مين يلي إجا يزورني ومين يلي ما إجا يزورني من لما فتت لهون. معلم كل الأسماء المهمة بوسطنا اجوا لحتى يزوروك ويقولوا لك الحمد لله على السلامة.
السلام عليكم. أهلا وسهلا. الله يعافيه ويشفي. شلون زوجك مشغول شي؟ منيح اجيتو، زوجي رح ينفجر من التعصيب. قصدك مشان ينفجر فيني؟ حتى لو انفجر ما في مشكلة، ما بقى عندي غير اذن. بلا ما نسمع حكي السفر. ايه لا تخاف، مو عزرائيل هذا. أنا بعرف إنه عزرائيل إدنه ما أنا مقطوعة، لهيك ما خفت منك. شو عم يقول نجدات؟ شو عم يقول؟ عم بيقول شرفتونا وأهلا وسهلا فيكم. إيه نحن بالأساس شرف، لهيك شرفنا. سيد حسني ممكن تطلب قهوة لضيوفنا؟ إيه على رأسي. نجدات روح الحقه، هلا بيعمل القهوة مرة، خليها سكر زيادة. حاضر خالي. شو خير؟ فكر رح تطلع لك إذن إذا أخذ سكر زيادة؟ أنا فرجيت للدكاترة وفحصوها، قالوا لي ما ممكن يجي محل إذنك غير إذن ميماتي باش، لأنه جاي على نفس القياس. مشان هيك يا ريتك ما تموت قبل ما أخذ لك إذنك. هاي الشغلات ما بتصير بالسكر وغير السكر. معناتها تعود على إذن واحدة، لأنه ما في مني فايدة إذا ما قدرت تعود، إلي لأخذ التانية. وين ابن حماك؟ قلت لحالي أكيد هو بالمشفى وما ممكن يتركك لحالك. شو كأنه التهب لعب الشوارع؟ لا تقرب على ابن حماي. صار ابن حماك؟ صرتوا قريبين؟ يعني هلأ فيني اقتلو فش خلقي فيه؟ زازا انتبه على حالك تخسر الإذن التانية. عبال عندك ميماتي معلم. خد هالورقة، هدية عرسك. جماعة المنظمة اللي قوسوا على مرت على مدار قال بدهم يعملوا بهذا المكان عملية. زازا هاي المنيحة انت عم تعملها معنا، ولا المنظمة بدها تخلص من الرجال يلي عندها؟ ميماتي بقيت يومين بشمال العراق، شايف لك تعلمت تحلل مثلهم. ها ايه تمام معلم، أكيد هلأ رح بيوشوا على العدلية لحتى يحكي. سيادة المدعية، إجا زلمة يطالب إنه يقابلك. شو الموضوع؟ قال ما رح يحكي غير إليك. دخله. تفضل. سيادة المدعية بدهم يقتلوني. طيب روق تفضل استريح. مين هذا اللي بده يقتلك؟ السيد متى.
وليش برأيك بده يقتلك؟ لأني بعرف كتير عنه، بحكي لكم كل شي بعرفه، وإذا بتحموني مستعد أحكي لكم كل شي عن شغله. مين أنت؟ أنا خزنته لمتى. تبهدلنا يا شاكر، انتهينا. سافل ضيع عاطي الفيلم لحدا تاني؟ ضيع شو فيلم شو؟ الشرطة كبست على مخازن ولاد بلدنا. أول مرة بتجيهم كبسة؟ شو يعني؟ الشرطة عم بتقول أنت اللي بلغت عنهم. مين الندل اللي عمل هيك؟ مساء الخير سيد بطة، رح ضل عم عزبك بشغلي. مو مشكلة. رح خبر الشباب يتابعوها. مو مشكلة علين. سيدي أوستورك راح على الادعاء وطالب الحماية منهم. شو هالحكي؟ سيدي يا ريتك قابلته، رايح لعنده كارا وقايل له شيء، وكان خايف كتير. انت شلون ما بتقلي هذا الحكي؟ سيدي أنا آسف بس لما حضرتك. خلاص خلاص، بتدوروا لي عليه. إذا بالأمن بتخطفوه، وإذا بالإدعاء بتخطفوه، وإذا ببيته بتخطفوه. إذا انقتل هذا الواطي أنا بنتهي. بأمرك سيدي. هاي النقطة بدنا نحطها بين نارين. نعم. كتير منيح. تغيرت الخطة. انتوا رح تخلصوا الشغلة، أنا عندي شغل تاني. عم تتحجج لتهرب من العملية؟ عرفت مكان العميل كارا. انتوا خلصوا الشغل وبنلتقي بعدها. رح نعمل عملية كل البلد تحكي عنها. رئيس المجموعة اسمه باران، وهو يلي كلفهم بالعملية. من هلأ ورايح يا عبد الحي، لما بتصل فيك بترد على التليفون ماشي؟ وأنا شو عرفني إنك عم تشتغل وإنت بالمستشفى؟ أنا ما بدور على الفاضي مثلكم، وما بمرض وما بنام يا عبد الحي. بهيمي ماتي معه حق، شوف مخابرات الزلمة شغالة، وانت زلمة ما لقيته. لو سألين زازا، بما انه عامل حاله آغا إلا ما يعرف شي. المنظمة ذات نفسها ما بتعرفه. شهميران عنده خلايا خاصة، خلايا شكلها من شان العمليات الكبيرة. لازم نضي على هي الخلية قبل ما هنن يوصلوا لها، وإلا الدم رح يصير للركب. معناتها برأيك مو نفس المجموعة قوصت على مرت أخونا؟ يلي أمر بعملية إنجي وطرول هو متى. معلم زازا قال العميقين، ما قال متى. لما بتمسكوا الجماعة منعرف إذا متى وراهن ولا لا. ميماتي قوم روح معنا بتشم الهوا شوي، عبد الحي صاير مزعج هاليومين وما عم يزبطه. خلينا نعطيه فرصة هالمرة معلم. عبد الحي إذا تضايقت ولقيت حالك مانك قدران تعملها، اتصل تليفوني معي، بروح بالإسعاف وبقوصهن وبرجع. الله معكم. بعد لك يا سيد مدة. يلا شغلوا لنسمعه. شرطي انت فاضي؟ عم بتصل فيك بوقت متأخر، مو من عادتي، بس رايد اقوم بواجبي كمواطن. اذا ما عملتها بمرض.
ايه نهاد شاكر، الله يرضى عليكم، كبستوا على المحل اللي قلت لكم عليه ومسكتوا هدول الحرامية. الله يرضى عليكم، كتير كتير منيح. ولك زازا اسمع، ما خلص شغلنا معك، كم عنوان تاني. منيح انك فكرتنا بحالك. عدم المؤاخذة يا عمو الشرطي، طلع غنية المرحوم جدي، لما بسمعها بصير ببكي ببكي. بدنا ننطر الزلمة؟ ما بعرف، طول بالك. سافر وعم تحضر الشنطة تبعك،
قلت لازم اجي وودعك. يا تامر. سيد أوزتورك، يا سيد أوزتورك، سيد أوزتورك. ماشي شباب، دقيقتين وبنزل. بسرعة اجيتو. شو صاير هون؟ ساعدوني بسرعة، ساعدوني. اهدوا شوي يا شباب، هويتي بجيب جاكيتي. لا تتحرك، طالعوا. نزلوهم. اطلبوا الاسعاف، لساته عايش. من 45، بعتوا اسعاف سريع. كرر، بعتوا اسعاف سريع. بدي اسألكن عن باران. أول واحد بيجاوب رح اتركه يعيش، والتانيين رح يموتوا. ما جبتكن لهون لتفكروا، جبتكن لتحكوا. كنا رح نلتقي بس نخلص، وأنا مستعد إني أخذكن لهنيك.
فكوا. سيادة المدعي مشغول شي؟ تفضلي. سيادة المدعي، بعد معاينة الست انجي قلت حضرتك انه ما في لزوم تبقى تحت المراقبة. مزبوط. سيادة المدعي، انا شخصيا بشهد عمدى مرض الست انجي، وديت دكتورة صديقتي لعندها وقالت انه لازم تتعالج بسرعة. ست ليلى، قولي لصديقي خليه يرفع دعوة وصاية، نحن شغلنا لفوق راسنا، رح نستمر بالتحقيق مع مراد على مدار، وبعد ما نخلص من التحقيق اكيد رح تنكشف الحقيقة. أنا ما عم بطلب منكم شي قانوني، أنا بفهمك، بس هون في عنا وضع إنساني، المسكينة تعبانة وفي جماعة عم يستغلوها وهي برأيها عم تنتقم مني. استاذي ليلى، هاي حياتك الخاصة، وبصفتي زميلك ما بدي إياكي تتأذي من هالقصة، ورح أطلب منك بشكل غير رسمي إنه ما تحاولي تتدخلي بهاي القضية.